الو، ايوه يا ابو بلبل، ده انا اللي مستنيك وانت اللي دلقان. ايه؟ حلو قوي. انت متاكده؟ يعني المنطقه على البيك والجو هادي، ولو لعبنا نلعب للصبح ما حدش هيحس بينا. ايه اللي بتقوليه ده يا ام بلبل؟ انا من امتى كلت حقك يعني؟ هيوصلك معاط اما ارجع بالسلامه. عنتر السنان صح؟ يهمل ولا يهمل، لكل ظالم نهاية. مالكيش دعوة بنتي ياما، أنا اللي هتصرف معايا. أنت يا حبيبتي، أنا اللي هتصدر له. إن شاء الله يموتني، يضربني بمية نار، يعمل ما بداله. أهلا يا شرابية. واقف كده ليه؟ تعال. ألف سلامة على عزيزة. الله يسلمك يا أخويا. اقعد يا شرابية. لا أنا ماشي على طول. يا راجل عيب عليك، اقعد. تشرب إيه؟ هديله شاي من البوفيه يا ماما. نجيب له شاي يا عزيزة. توك ما فكرت تسأل عليا. سلامتك. ما تخافش. هما ما سابوش عضلة في جسمي سليمة صحيح. كان محدش عارف ياخد مني حاجة. مش مصدقني؟ مصدقك يا عزيزة، مصدقك. ما هما لو كانوا اضطروكي ما كانوش عملوا فيكي كده، مصدقك. حتى لو كانوا موتوني ما كانوش هيعرفوا ياخدوا مني حاجة. نعرف ازاي احافظ على نفسي يا شبابي. بس انا مش عارف احافظ عليك يا عزيزة، وده قتلتي. ياما انا قعدت قبل كده سنه ما شفتكيش، كنت حجاني. دلوقتي خايفه امشي واسيبك. يبقى الدكتور قال لك حاجه، وخايفه تيجي المره الجايه ما تلاقينيش. بعد الشر عليكي. لا والله مش كده خالص. انا اصلي انا مسافره. مسافره؟ عارفه لو انا في مصر كنت فضلت مطمنه، كنت هنوطلك اي وقت. لكن انا مسافره بره وما بنامش بقى. ومسافره ليه؟ مسافره مع مهدي. شغل تاني يا نادية؟ هو مرتين سفر بس وخلاص. انت لسه بتحبيه زي زمان؟ هو انا ياما بحبه بس مش زي زمان. يا سبحان الله. بصي ما تشغليش بالك بيا، خدي بالك انت بس من نفسك. حد عارف ان انا لسه عايشه يا نادية؟ لا مفيش ولا حد، حتى عم حنفي ما رضيتش اقول له مع انه مقطع روحه عليك. انت قابلتيه؟ الا قابلته. ما قلتليش يعني. مش عايزه اقلب عليك المواجع. وعمل معاكي واجب ولا لا؟ ايه اللي عمل واجب؟ هو انا ومهدي كنا نقدر نتجوز لولا وقفته معانا؟ ده شالني من على الارض شيل. طول عمره طيب وقلبه حنين. لو كان سمع كلامي كان زماننا احنا التلاتة عايشين في امان. احنا التلاتة ازاي يعني؟ يعني لو كان اتجوزني كنت خلفتك منه بدل ما تطلعي بالتلحافي. لكن نقول ايه بقى في الاسم والنصيب؟ شنطة فيها بيجامتين هنام فيهم. بإيه يا حبيبي؟ بيجامتين؟ ليه؟ فاكر نفسك رايح فين؟ أنا رايح للست اللي أنت اتجوزتها لي، أنا ماليش دعوة. هو أنا ما قلتلكش؟ لا، ما قلتليش. أتاريك، فاكر نفسك هتعيش معاها وتعاملها كزوجة وكده يعني؟ لا، أنا مش هعملها كزوجة زيك يعني، إنما على فكرة. إنما إيه؟ فاهم إن أنا هقعد هنا أشرب في السجاير وأحرق في دمي وأنت هناك معاها؟ وتيجي في الاخر تقولي سوري يا حبيبتي، حبيتها، انت اللي جبتيها لي، بقت ام ابني. والله يعني لو عندك طريقه تانية للانجاب انا ما عنديش مانع،
تحت امرك. لا يا حبيبي، الافلام دي خلصت من زمان. في حاجه دلوقتي اسمها تلقيح صناعي. نعم، تلقيح ايه يا فندم؟ تلقيح صناعي. سبحان الله على افكارك. الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. انا لو قعدت 50 سنه افكر زي كده لا يمكن هوصل لحل زي ده. يعني موافق ولا لا؟ ايه ده، عايزه كلام على كده؟ بقى الجواز هيتم في المستشفى على بركه الله. والله كبرت يا خنزيره وبقيت راجل. هرجل منك ومن بعدك. ايه اللي هنا برجليك لحد عندي؟ وهرجعك على ظهرك. انا اللي هكسر عظمك وافتح بطنك واكل كدك قدام عينيك وانت بتطلع في الروح. طب بس عشان نفسك ما يروحش. انت ولا حاجه، انت من غير سلاح ولا الخلطه. ادي الناس ما مات، والخايب بس هو اللي بيفضل صغير. انت اللي خايب. خدتني لما اديتك كارتين. كارتين ايه يا خايب؟ انا اللي معايا الكارت الكبير اللي يخلي نادي انزاحه تخضع ويجيب مرخيه الارض. معلش معلش يا حبيبي، هيا اصل حلاوه الروح كده. يا خايب، ام نادي انزاحه لسه عايشه وموجوده في دار المسنين في المهندسين. هذه أنزحة فيلم حلو قوي قوي. تصبحوا على خير بقى يا جماعه. وانتي من اهل الخير يا رايحه فين كده؟ يعني هكون رايحه فين؟ رايحه الاوبرا؟ رايحه اوضه نام؟ لا يا حبيبتي، انت هتنامي هنا جنب جوزي. خلاص كفايه قوي عليكم كده. انا راجعه انام في اوضتي تاني. نعم نعم. يعني ايه؟ يعني هنام في الصاله؟ يا حبيبتي مش عاجبكم شوفوا لكم شقه تانيه. حلوة قوي. ما تصحى انت يا فندي اللي نايم انت، وشوف امك بتقول ايه على المسا. الفيلم خلص. سيبيها سيبيها تنام هناك، انا الصبح هتفاهم معاها. طب ومن هنا للصبح اعمل ايه انا؟ خلاص تعالي نام هنا جنبي على الكنبه وانا هقوم اخد ميكروباص. هجيب فرشه وانام هنا. لا انا ما ينفعنيش الكلام ده ابدا. من بكره ان شاء الله تنزل تدوري على شقه تانية. شقه ايه؟ العربية الأولى بيت، وبعدين نبقى نطلع الرابع. بص بقى، إن شاء الله تطلع السطوح حتى. أنا ملياش دعوة بالحاجات دي. يا بنت ده أنا هوريك العز، ده أنت هتعيشي معايا في عز وبغدادة، يا ما هتشوفي. أكتر من كده ما هو باين. إيه رأيك، اتبسطتي؟ ألف مبروك يا نادية. الأمور كلها مشيت في مصلحتنا. إيه؟ فرج قدر عليه؟ السنان تعيش أنت. وربنا كمان بعت لنا هدية أحلى من هدية عيد الأم. هدية إيه؟ كانوا مستنيين فرخ خنزيرة على السكة الحديد وعلقوه وهو راجع. يعني إيه؟ يعني واحد مات والتاني مسجون؟ فرخ خنزيرة ما هوش خارج المرة دي. أيوة، الظاهر إنها بلوة سودة وبعيد عننا بإذن الله. ربنا عالم بحالك يا بنتي. يلا عيشيلك يومين. بس بقولك ايه، لو كنت بتحبيني صحيح ما تجيش المنطقة هنا تاني. ايوه، مش لازم تشوفيني دلوقتي. السلامة يا روح قلبي. انا سامع انه كله تمام، صح؟ صح، بس انا خايفة افرح. ليه بس؟ هو يقلق. لا
خايفة اطير لسبع سما وانزل لسبع ارض. مش هيحصل، طول ما انت معايا مش هيحصل. خلاص الماضي ده احنا شطبناه، مسحناه باستيكا. هنسافر ونتفسح ونتهنى ونعيش بقى. خايفة مش بصدق ان انا خلصت من الكابوس ده. يعني اضربك بحاجة على دماغك عشان تصدقي؟ اضربيها طبانجة. انا عايز اشوف نادية انزحة اللي على حق، نادية انزحة بتاعت زمان بقى. ها اللي عمل فيك كده يالا؟ خناقة يا باشا. مع مين يالا؟ شبان ماشيين في المنطقة عكس واحدة ست. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده؟ معقولة فرخ خنزيرة بقى بيدافع عن الاخلاق دلوقتي؟ طبعا يا باشا، خلاص من ساعة ما بنت اتخطفت واتبهدلت وانا ابتديت احس بالناس وهبقى انسان جديد وهبطل سجاير. عارف يالا اللي بيعجبني فيك خفة دمك، بس للأسف مضطر اعمل معاك حركة دمها تقيل واحولك للنيابة. يابا يابا ليه لا سمح الله؟ يا فرج نسيت الشغل اللي عملته مع نادي انزحة؟ نسيت شركة الادوات الكهربائية والمعرض الوهمي اللي عملته للنقابة؟ عادي نادي انزحة وقرف نادي انزحة اللي ما بيجيناش من وراه غير البلاوي. طب تلاتة بالله. اوعى تحلف، البلاغات قدامي من فترة فاهم؟ ولو صف تنطبق عليكم انتوا الاثنين. صف ايه بس يا باشا؟ الله يخلع من الشبع 40. الضحايا هيتعرفوا عليك وهيشهدوا ضدك وانت سوابق قديم وفاهم فرج. القضية مضمونة وهتاخد لك فيها كام سنة حلوين. قضية ايه بس يا باشا؟ الله يكرمك قول لي انا متهم بيه. تبقى بتستعبط وناوي تشيل لوحدك. انا سبتك وقلت هيخدمني وهيجيب لي نادية. يا سعادة الباشا ثلاثة بالله العظيم ما اعرف هي فين. خلاص يا حلو فرحتك راحت، كنت هعمل لك محضر حنين وتاخد لك حكم خفيف، بس للاسف ما طلعتش راجل معايا. لا يا باشا سعادتك عارف ان انا طول عمري راجل وطول عمري بتاعك. انت بس نورني يا باشا وقول لي انا تهمتي ايه. بصراحة فرج الارقام اللي قدامي كلها تخض. 4 مليون وادي مليون تاني اهو. تاني اهو مليون تاني اهو. ده انا وانا صغير سرقت 10 جنيه خدت فيها 6 شهور، يبقى 4 مليون دولار كنت فيهم كام يا باشا؟ شوف انت بقى. يا سعادة الباشا ده لا احفادي ولا احفادي هيسددوا الاحكام دي كلها. يا سعادة الباشا 4 مليون دول يجوا كام 10 جنيه؟ وانا مالي؟ مالي تقعدي لوحدك ولا مش لوحدك؟ انا ما غصبتش عليك تقعدي في مصر، ما تسافري لبلك. ايه الاسلوب اللي انت بتكلمني بيه ده؟ خلاص ما بقاش قادره اتفاهم معاك في حاجه خالص كده. انت اللي مش عايزه تفهمي. بس انت وعدتني انك هتحاول. انا ما وعدتكيش، وبرغم كل تصرفاتك اللي بتستفزني عشان خاطر ولادي وبس، انا فكرت اني احاول. يعني ما حسيتش انك بتقرب مني ولو مره واحده؟ ما عرفتش ادخلك حياتي من جديد، ما قدرتش. انا ممكن اعمل اي حاجه غير ان اخدعك او اضحك في وشك وانا قلبي مش صافي لك. يلا بقى يا مهدي، هتقعد ساعه قدام المرايه؟ يلا. ايه الحلاوه دي؟ لا 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 انا مش قد الجمال ده. انت كمان زي القمر، قدامنا العمر كله نحب بعض. يلا بينا. مستعجل على ايه؟ لسه بدري على الطياره. مش مصدقه روحي. فرحانه 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 فرحانه، مش مصدقني هسافر اول مره. ده عشان مطمنه وبالك مرتاح. وعمري ما حسيت بالامان قد النهارده. يلا بقى نعيش جو السياحه وحياه البرنسسات. انت الهانم مرات الباشا. طب وايه الجديد في كده؟ هتعلمني شغلي؟ اقعد يا جامد. تعرف انا لو ما كنتش حالفه كنت وريتك شغلك. ترهنيني على ايه؟ على اني هعمل قدك 3 مرات. لو كنت هشتغل زي زمان بمزاج كنت راهنتك، بس انا رايحه سياحه. ده قصر ديل. انت عارفه ان انت مش قدي. انت بتسخني عشان امشي في السكه اللي مش عايزه امشي فيها. انا مالي؟ انت اللي ايدك مسيرها تاكلي. لا انت اللي قلبك زي الفل ويمكن تملي. مين عارف والله ناديه، احتمال كبيره تبقى على ايديكي وتبقى فضيحه. طب يلا بينا بقى. مش تاخدي الانسيال بتاعك الاول؟ شغل جامد. ها جامد قوي. بس انت كمان تاخد المحفظه بتاعتك يا حلو. يا جامد. لا جامد قوي. تروح النيابه كده؟
لا طبعا، انا لازم اروح متقطع عشان اقول ان الضابط ضربني واشتكي. طب ما تخدمني واخدمك. قصدك ايه يا عم؟ ندي بعض بوكسات؟ يقدرنا عليه ربنا. ايوه يا عم، بس انا لو اديتك بوكس هتروح فيه؟ ما غركش الشكل، المهم القلب والعصب. عصب ايه يالا؟ انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ ده انت البودره كلت عصب. بطل استقبال بقى واسمع كلمه من عمك فرج خنزير عشان ما تبقاش دخلت السجن عوام. احنا لسه هنرغي، هنده قولنا دلوقتي عشان يرحلونا على النياب. يا هما كلمتين ورد غطاء الخروف لمؤاخذه، بعد ما يذبحوه قبل ما يسلخوه بيعملوا فيه ايه؟ ينفخوه. عليك نور، احنا بقى نعمل عمره وننفخ وش بقى. ولا انت وهو في حد فيكم معاه ابره؟ ايوه يا معلم معايا. تنفعش مطوه يا عم؟ انا معايا، بس هنعمل بيها ايه؟ بص بقى، انا هروح الغزازه هنا كده جوه الجلد، وبعدين هتروح انت قافل بقك كده وقافل مناخيرك ومتنفس لجوه زي السمكه البلطي كده. شويه هزار يا معلم فارق. يا عم ما بهزرش انا، انت هتستعبط ولا ايه؟ ايه ده؟ تصدق يا عم الموضوع ده هيظبط معاك قوي؟ ده انت اكنك ولا خارج من ماتش ملاكمه مع تاسيون. انتوا جيتوا؟ ايه؟ كنت ناوية تزورينا وخرجنا بدري ولا حاجة؟ كان على عيني يا حبيبتي، بس جوزنا محجوز في المديرية وبيتهيألي الراجل هو أولى بالزيارة. يا خسارة، كان قدامك فرصة تخطفي لك عيل من المستشفى ولا حاجة. ما بحبش عيال المستشفيات، بموت في عيال النوادي والنت كافين. هو وين محبوس؟ هو انت ما تعرفيش يا حلوة؟ انت ما قلتلهاش يا روميو؟ انا في ايه ولا في ايه يا خالتي؟ انا لسه عامل جناية مع سواق التاكسي ما رضيش يدخلنا الحارة. وايه اللي حبسه المرة دي؟ عشان يعتقونا منه. اللي زي ده تسألي الحكومة سايباه بره ليه؟ مش خدوه ليه؟ اما قوم انزل قبل ما دمي يفور واروح فيكي في 60 داهية وليه يا قلبك اسود. غوري الهي ما يرجعك انت وهو. انا هروح اجيب لكم لقمة تاكلوها. لا انا ماليش نفس. لازم تاكلي، لازم تاكلي عشان توقفي على حيلك. اسمعي الكلام يا بيت، روح يا شرابية بس ما تتأخرش. مسافة منزل على طول. هجيب لك معايا فطوره بشواتي. بشواتي ولا فرق. انت كنت راكب العربيه كويس، ايه اللي عمل في وشك كده؟ انا راكب العربيه كويس؟ ده انا مضروب قدامك يا ظالم. ولا فرق. ايه هتضربني في النيابه كمان؟ لا انا في عرض وزاره العدل، انا عايز حقوق الانسان. وطي صوتك، انت فاكر نفسك هنا فين؟ انت اللي فاكر نفسك فين؟ والمصحف مسايفكو، انا عارف ان البيت كبير موت وسام ان حد يمد ايده على مواطن. ايه الهيصه دي؟ هو الحرس مش عارف يسيطر على المتهمين ولا ايه؟ يا سعاده الباشا ربنا يخليك للغلابه اللي زينا يا باشا، انا عايز اعيش حلو، الحكومه مش سايبانا في حالنا. لما تدخل ابقى قول اللي انت عايز تقوله، لو سمعت صوتك تاني هحبسك، انت فاهم؟ طيب يا باشا ربنا يخليك للغلابه اللي زينا يا باشا. يا عم اسكت بقى، ما تخلهمش يقلبوا علينا. اقعد يا ابعت هات واحد شاي. ايه؟ ابعت هات واحد شاي بقول لك عشان امخمخلك واخرجك بكفاله. لا انا معايا محامي. محامي ايه يا؟ بقول لك اخرجك بكفاله 500. طب انت مش ممسوك ببنجو؟ ما انا بالطريقه دي بقيت مشبوه ولا مؤاخذه، مش كل يوم والتاني حضراتكم تقبضوا عليا، يعني المفروض طبيعي يعني انكم تجيبوا لي حقي منها ولا مؤاخذه يعني. ما انا جايبك عشان كده، انا مش قابض عليك ولا حاجه يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي، مش فاهم تقصد ايه سعادتك يعني. انت مش بتقول انها نصبت عليك وخدت الفلوس؟ حصل يا باشا. ما قدمتش بلغت الضال ليه؟ ما انا استعوضت ربنا فيهم وقلت امري لله، بقى هعمل ايه؟ ودي تيجي برضه، امال احنا هنا بنعمل ايه؟ هات لي الورق بتاعك وعقد البيع اللي بينك وبينها وانا اجيب لك حقك. عقد البيع؟ مش باعت لك نصيبها؟ باعت لي يا باشا. طب خلاص بسيطه جدا، من اسمها ورقم البطاقه بتاعتها نعرف اجيبها لك. ايوه سعادتك، يعني ما هو ممكن تكون ما سابتش رقم البطاقه يعني. ده مش شغلك انت، لو الورق اللي بينك وبينها ما اتحطش على مكتبي في خلال ساعه هعتبرك شريكها. ايوه يا باشا، بس انا مش شايله في جيبه ولا مؤاخذه يعني. هبعت معاك امين لحد البيت تركبه تاكسي على حسابي وترجع لي بالورق. ما تلفش وتدور كتير يا حسين، هجيبها يعني هجيبها يا سعادة الباشا. انا طبت من زمان،
بس مني ثواب ومسجل لهم. انا كل يوم يجي ينزلوا عليا ضرب وبهدله واهانه، انا عايز حد يجي يثبت الحاله بقى. وهو ايه اللي بينك وبينهم عشان يعملوا فيك كده؟ عايزين يشغلوني مرشد وبقول لهم لا يجوا يشربوا قهوه ببلاش بقى عندي. انت عندك قهوه؟ باترينا كده صغيره بنسترزق منها بيجوا يشربوا بالعافيه، قصدي محبه وماشي الحمد لله. بس الاتهامات اللي موجوده قدام مني افرك في منتهى الخطوره. ايه بقى عمل لي ايه بقى المره دي يا باشا؟ قضيت سلاح ولا مخدرات؟ ما هو قادر يعمل لي اي حاجه. لا دي ولا دي، نصب وتزوير وشيكات بدون رصيد قيمتها تساوي ملايين. تساوي ملايين يا باشا؟ ايه مالك؟ هيغمى عليها يا باشا، يعني انا نصبت على الخال وخدت منها ملايين؟ الشيكات موجوده قدام مني وعليها توقيعك. والخدمة الشريفة أنا ما وقعت من حد وحد يا باشا. أنت هتعمل مفتح ولا إيه؟ إمضتك يا بني آدم. أنا راجل جاهل يا باشا، أنا مؤاخذة ما أعرفش أنا ولا أكتب. الحركات دي بلاش منها مش هتنفعك. حركات يا باشا؟ ده أنا أفقر من نجيب الريحاني. بص حضرتك يا باشا، بص الشراب يا باشا، بص. أنت اتجننت يا جدع أنت؟ البس جزمتك. أعمل إيه طيب يا باشا؟ ما هو الغل. يعني دي مش إمضتك؟ لا يا باشا، انا بيني وبينك الطب الشارع، حولوا لي دمي. كل ده جوه بيعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ ده غلبان، ده ثروه قوميه بيحققوا معاه في ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اسم الله عليك يا اخوي، عملوا معاك ايه؟ عايزين يلفوا لي توبه عطا وعيش بقيت عمر في السجن. يا لهوي، قول لي على اساميهم ورا طربق لك الدنيا فوق دماغتهم. بصي بقى، انت تخرجي من هنا على مكتب التلغراف عادل، واحد لوزاره الداخليه والتاني لوزاره العدل. لو عايز حد اكبر قول. اه فاضل اتنين، واحد لرئاسه الوزراء وواحد لرئاسه الجمهوريه. يخرب بيتك، هو بجد انت عملت ايه؟ يلا يا بنت ضربوا الاور على عينه، وما تنسيش تقومي له محامي واديله فلوس بزياده، خليه ينطرني من هنا. ناديا. ايوه يا اخي. ايه الجميل الحلو ده؟ اشتريته بالعافيه. اشتريته برضو. امال مش عادة الشغل؟ عادة الشغل لازم تكون من حر مالك عشان ربنا يكرم. يا سلام، هي جت على دي؟ امال عايزك بقى تحميه وتوضبيه شويه. ها احميه؟ طبعا حبيب قلبي، احنا رايحين مهرجان ملكه جمال الكلاب، لازم الكلب اللي معانا يبقى كده A1 عشان يبقى طبيعي ماتشنج مع الناس الهاي. يا عم انا فاكرك هتاخدني كاس العالم، اولمبيات، ماتشات كوره. ناديه واحده واحده، انا عايز اعودك على عيشه الناس الاجانب، شوارعهم، البوليس بتاعهم بيعمل ايه، بيعرض الناس ازاي. مش معقول هنخش على الشغل التقيل كده خلاص. لازم امري لله. عندنا بقى اليومين اللي جايين مهرجان البيره ومهرجان الطماطم. طماطم؟ امال العالم مجانين، عندهم يوم في السنه يعبوا العربيات طماطم ويقعدوا يحدفوا بيها بعض. دول هبل دماغهم كده. اعمل ايه؟ انا مش عايز اقولك على مهرجان البرتقال، هيبقى ناشف عليك شويه. برتقال؟ ناس هبل بذمتك، ناس زي دول مش يستاهلوا برضه نسائهم؟ عبلة احمد عبد الله. لا فعلا مش كاتبه رقم البطاقه بتاعتها زي ما قلت. شفت يا باشا، انا عمري ما اكذب ابدا، بس برضه ساعدتنا. دلوقتي احنا معانا الاسم الرباعي بتاعها وشفنا خط ايدها، مش ناقص بس غير صوره واحده ليها. ربنا يوفقك يا سعاده الباشا. شفت يا باشا؟ شفت الكلب راح قال ايه في النيابه؟ ايه لا ده؟ ايه اللي عمل في وشك كده؟ مش عارف يا باشا، كان راكب العربيه كويس قوي. هو الواد التاني اللي معاه اللي اسمه حنبلة ولا زعبلة ده؟ حنبلة. كل واحد راح النيابه بتاعته واتهمني هناك. انا اللي عامل لك القضيه يا فرج، تتم تامر بيه ليه؟ عشان تاكل مع النيابه يا باشا، لو كنت قلت لهم ان سعادتك محدش هيصدقني، انت ما بتمدش ايدك على مواطن. انما الباشا بقى. انما الباشا ايه يالا؟ طب ايه رايك بقى تهمه بتهمه اكون معلقك من رقبتك؟ يا ما ده اتعرضت بقول يا باشا. سحس! ازيك يا سحس؟ انت كده يا باشا، كده تمام، ادام جبت راس الافعى ده هو اللي هيوديك لنادي عنزاح. معقوله العطله دي كلها؟ اغيب عنكم كام يوم ارجع الاقي الدنيا كلها واقفه؟ ازاي الكلام؟ احنا جاهزين والحملة الاعلانية شغالة. انا بسمع الكلام ده بقالي اكتر من شهرين، وعملنا اكتر من اجتماع قبل كده. انا يا حبيبتي اصل الموضوع. حبيبي من فضلك سيبني اكمل الشغل، ما يزعلش يا سليمان بي. انا مش عايزه كلام، انا عايزه اشوف انتاجي بيتباع في السوق. حالا تحددوا لي ميعاد افتتاح، يكون في خلال اسبوع على اقصى تقدير. اه
هو ده بالظبط يا فندم اللي سليمان بيه بيحاول يقوله لحضرتك من بدري، وعلشان خاطر سيادتك سايبينك تحددي الميعاد بمعرفتك. معقول؟ طب ليه يا جماعه ما قلتوليش الكلام ده من بدري؟ هو انت اديتي لحد فرصه يا مدام؟ سوري سوري، اصل انا اصلها بتحب شغلها جدا، اللي ما يعرفهاش ويشوفها وهي بتتكلم يفهمها غلط، انما هي من جوه اطيب انسانه في الدنيا. طبعا يا ماجد بيه، انت هتقول لنا هو في حد في الدنيا ما يعرفش هناء هانم؟ الا بقى ولما الشغل يبقى ماشي كويس بتبقى حاجه تانية خالص. شفت العقل المهابيش؟ هما مهابيش بعقل. لا بس انت عشت الدور جامد قوي. اهم من الشغل ظبط الشغل. انت ايه رايك بنتفسح ونلف العالم على حساب صاحب المخيل؟ بس انا مصر وحشتني قوي يا مهدي. استعجل على ايه؟ هترجعي هترجعي امتى؟ مش مهم، المهم اني وانا في اي مكان في العالم قلبي ده بيبقى ميت الا في بلدنا. ما اعرفش مش معنى. انا ما يهمنيش في اي مكان في العالم يتقال عليه حرام، انما بلدنا يا حبيبي بس هنا لو اتمسكت هتترحل. اللي جاب السيره المنيله دلوقتي؟ ما هي السيره المنيله دي جوانا مهما عشنا. سيبك انت من الفيلم ده وخليها نفرح بالغله. ارمي بيضك يا باشا. لا ارمي انت الاول. امال انا ارمي؟ ده بس اللي معاك؟ ايه مش مالي يعني كل حاجه؟ لا ما حدش قال حاجه. بص خد دول كده عشانك. وايه رايك يا باشا في الحلويات؟ لا 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 يا جامد. لا 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 عشان تبطل تراهن مع الكبير. لا معلمه معلمه بحق. انا بقى عايزه خروجه من غير خفه يد ولا تفتيح. محلات البلد كلها تحت امرك يا باشا. وعايزه ناس تتكلم عربي، مصريين عرب. وحياه غلاوتك يا باشا، ترابيزتك بكره على البيست دايركت. هي الست دي فاكرانا بنشتغل عندها ولا ايه؟ في الموضوع ده بالذات بالنسبه لي لا تعليق. لو احمد زهران كان وافق يشاركني. مشكله مش عند احمد زهران صدقني. انا ليا كلام تاني مع ماجد. الموضوع اكبر بكتير من عجرفه هناء وضعف جوزها قدامها. الناس دي يا سليمان بيه نيتهم السليمه معانا. قصدك ايه؟ كان في موضوع كده حصل من فتره وانا اسف اني ترددت وما قلتلكش عليه. موضوع ايه ده يا معتز؟ شوف يا سليمان بيه، المعلومات اللي عندي بتقول ان ماجد وهناء نازلين باسعار اقل من اسعارنا بكتير وبفرق سعر ملحوظ. مستحيل، ده احنا نازلين باقل سعر ممكن. ولا عملناش نص الدعايه اللي هم عملوها. ولا صرفنا اللي صرفوه على العبوه والعلبه اللي هينزلوا فيها انتاجهم. اكيد اكيد في سر. ايه؟ بيحرقوا انتاجهم من اولها؟ ايوه بس كده بقى ما يبقاش اسمها منافسه. فعلا ما بقتش منافسه، دي بقت حرب وحرب قذره كمان. حتى لو خسروا زينا زي دول بيلاقوا ألف طريقة عشان ما يخسروش، وحتى لو حصل هيعملوا أي شيء غير مشروع عشان يعوضوا الخسارة. بعد إذنك يا فندم. مين دي؟ مصممة تقابل سيادتك، حاولت أديها اسم أي محامي علشان تقابله لكن للأسف ما رضيتش. أنا مش عايزة غير الباشا الكبير. أنت عارفة أنا باخد كام في الساعة؟ هما المحامين دلوقتي بياخدوا بالساعة؟ إن شاء الله ربنا يزيدك يا باشا. اسمعي يا ست، أنتي أنا ما عنديش وقت عشان أضيعه معاكي. اديها رقم تليفون الولد المحامي اللي كان بيتمرن عندنا. تحت امرك يا فندم. لا لا يا باشا، مفيش حد هيمسك القضيه غير حضرتك، واذا كنت حضرتك بتاخد في الساعه انا هديك بدقيقه، هديك بالثانيه. حضرتك اللي هتجيب البراءه يا متر فندي. يا سلام، لو نفضل كده على طول بنضحك وانت قاعد جنبي ومفيش مشاكل ومش خايفين من حاجه. اريت يا عزيزه، ده انا قاعد جنبك ومتلبش وخايف من 500 حاجه. احنا اصلا لا مرتاحين ولا مبسوطين. لكن انت مش قادر تنسى ولو ساعه واحده. ساعات بضحك على نفسي بس بفوق وقتي. يعني ما ينفعش نفضل كده على طول؟ لا يا حبيبتي، لا يا نور امك، لا يا عيني، ما ينفعش. مؤاخذة يا أم عزيزة، أنا كنت لسه نازل. استنى ما تاخد مفاتيح الباترينا اللي في السوق. باترينة إيه؟ باترينة عم فرج بتاعت الشاي؟ ما تعرفش تفتحها وتدورها معايا؟ أعرف، بس أنا يعني أشتغل أهواجي ولا إيه؟ وماله الأهواجي؟ مش أحسن ما تبقى صايع مالكش لازمة
وطول النهار لازق اللي جنب البيت تميل دماغها. انا قلت لك حاجه يا بنت؟ ايه انت هتشيلها لي لوحدي ولا ايه؟ ما تقعدوش تقسموا عليا وخلصوني. انت من الصبح تفتح الباترينا وتشغلها عقبال ما انزل. حاضر. لازقه هنا تاني مفيش، البت خلاص خفت ومن اول الاسبوع هترجع المدرسه. هو ابويا هيوافق؟ ابوكي مش خارج في سنته، باين لهم المره دي مظبطينها له على الشعره. اخيرا خلصوه يا فندم. الحكايه ما طلعتش سهله. دول كل اللي اسمهم عبد احمد عبد الله؟ حسب السن اللي حضرتك حددته يا باشا. نهايه الثلاثينات وبدايه الاربعينات بالظبط يا باشا. طب ركز معايا يا لامي عشان تاخد بيانات كل اللي هقولك عليهم. خد لي بيانات دي. حاضر يا باشا. ودي كمان. وخصوصا بصراحه بقى مالكش حق يا سحسه تديله الورق بالشكل ده. هعمل ايه طيب؟ الراجل بعت معايا امين لحد البيت، وبعدين لو كنت قلت لا هو كان هيتاكد ان عارف سكتها ومش هيسكت. ربنا معاها بقى. وبعدين الراجل معذور، كان هيعمل ايه يعني؟ طب هو يعني الراجل ده لازم يوصل لها؟ طبعا ممكن يوصل لها بسهوله خالص، ده راجل دماغه تقيله قوي. طب ما كده لازم يبقى هي عندها خبر عشان تعرف تتصرف. عندها خبر ازاي وهي مسافره؟ انا كمان الجماعه الهنجرانيه دول ملياش خلطه بيهم. يا ستي انت روحي لابوها وهو عارفك كويس. صح 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 صح. ايه انت وهو عايزيني اروح العزبه برجليا اخش الجبه بنفسي؟ يا ستي انت روحي بس وابوها هيتصرف. طب هما لو مسكوني وزنقوني هقول لهم ايه؟ قولي لهم ما يزنقوكيش. اقول لك على حاجه اعملي نفسك جايه تسالي عليها. يا ستي اتصرفي، ده انت كيداهم والاجر على الله. صح صح. ما شاء الله. لا لا ده الغزاله رايحه على الاخر. ما اقولكش. طب تحبي تاخدي حاجه تانية ولا نخلي بعد العشاء؟ اعمل اللي انت عايزه. انا عايزه، انا عايز كتير. عايزك تغنيلي زي ما كنت بتغنيلي زمان. كنت بغني عليك زمان. اه بس انا بسمع اللي يعجبني، اللي ما يعجبنيش انا فضل من الناحيه التانية. طب خليها نسمع المزاج ده. هي كده ستي علالي، اعمل اللي يعجبك. قابلي بقى وخليكي قد القول. تعمل ايه؟ تسمعي كلام جوزي. اقول تغني يعني تغني، يمشيها بلدي بقى. لا ترد عليا كده يحدفونا بالطول. Thank you.
ازاي تقول حاجه زي دي؟ انا صححت وضع غلط، اللي طلبوه مني ده معناه انهم ناويين له على النيه مش كويسه، وانا لازم انبهه. معقوله يعني من اولها بيخبطوا في بعض كده؟ ده الضمان الحقيقي لاستمراري في شغلي، مش الناس مع كلامهم. بس ماجد وهناء مش لازم ياخدوا خبر بالموضوع ده خالص. لا اطمني، سليمان مش غبي عشان يروح يقول لهم حاجه زي دي، اكيد طبعا هيسيبهم على عماهم وكانه ما يعرفش حاجه خالص. برضه هما لازم يحسوا ان احنا لسه معاهم. عموما انا في اقرب وقت هنزل اشتري لها هديه واروح ازورها. يا سلام، ليه ان شاء الله؟ انت ما عرفتش؟ مش هي لسه عامله تلقيح صناعي؟ ما عملت الموضوع ده 100 مره وبره مصر كمان، والدكاتره قالوا مستحيل. احنا مالنا يا معتز؟ ننتهزها فرصه ونروح نجاملها. وطبعا لما العمليه تفشل هتروح تواسيها. احنا ورانا ايه؟ انا وهي والزمن طويل. هو لعب عيال ولا ايه؟ يعني ايه مش مسافره تاني؟ احنا لسه فاكين الشنط. احنا فين والسفريه التانيه فين؟ مش انت اللي بتقولي؟ الله، بفضفض معاك بكلمتين، حقك عليا. لا بس انت كلامي كله في المليان، مفيش كلام في الهوا. انت محموق ليه؟ الاتفاق بيني وبين عم حنفي مش بيني وبينه. انت مرات انا مش مرات حنفي. وانا ما كذبتش عليه. انا ما قلتش انك كذبتي، بس بعد اللي شفته منك حرام اسيبك عطلانه كده من غير شغل. ده اخر زادي، عارف بتوع الكوره انا عملت ماتش اعتزال. ناديه ناديه، حرام عليكي، يبقى في ايدك صنعه ونعمه زي دي وترفصيها. بتسمي السرقه نعمه ازاي؟ كفايه لسعان بقى يا ناديه، ونتكلم بالعقل. انا بحبك وبدلعك، ما تسوقش فيها بقى. بترسم على ايه؟ عايزني اشتغل معاك على طول؟ وفيها ايه بنت الحلال؟ ده احنا احلى دويتو خلقه ربنا. ويبقى عندنا ملايين ملايين ونقعد عليها. طب ما انت معايا الخط اهو. كلكوا زي بعض. يا خساره، ايه الفرق اللي بينك وبين فرج؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ انا تشبهيني بالحيوان ده؟ ايه الفرق اللي بينك وبين ناديه؟ انت عايز تشغلني وهو عايز يشغلني، وهو شغلنا زي شغلهم. هو كده كده. انتوا الاثنين بتقولوا نفس الكلام بس بطريقه مختلفه. هو يقول انا عايز اخدمك واقعد تحت رجليكي، وانت بتقولي عايز تخليني ملكه، وفي الاخر انا اللي اسرق ليكوا انتوا الاثنين. لا 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 لا، انت اكيد اتجننتي ودماغك باظت. ايه هو حرام اتوب اقطع ايديا الاثنين عشان ترتاحوا؟ اسره يعني مفيش فايده معاكي في الكلام؟ لا فايده ولا عايده. ها عم حنفي بقى يحكم بين تعيش يا صواف. طول عمرك مجدع وعادتك عسل. انت حكيت حكاية الضابط دي لحد غيري؟ معقولة يا جدع؟ طيب لو حد دخل علينا دلوقتي ما تجيبش سيرة قدامه. كلام ايه ده يا صواف؟ نادية دي بنتي، هتخاف عليها اكتر مني. نادية بنتي زي ما هي بنتك يا عبده، وجودها عندي امان ليها. ايوه بس الخبر لازم يوصل لها النهارده. هيوصل لها حالا. بنتك في مصر من النهارده الصبح. ايه؟ في مصر؟ في بيتها. وكلها 5 دقايق وتلاقيها داخله علينا. جوزك ده باين عليه مولود في السجن. باللي عمله هيسهل علينا المأموريه بنسبه 50% على الاقل. اللهم صل على النبي عليك يا باشا، حضرتك بقى توصلهم 100% كده. شوفي، احنا هنطعم بالتزوير وهنطعم بجهالة وأمية المتهم لعدم إلمامه بالقراءة والكتابة. يا باشا انت تطعم في اللي تطعم فيه، حضرتك شغلتك وحضرتك لوسطة بتاع الطعم. لوسطة؟ لو عندك أي ورق رسمي عليه بصمته ده هينفعنا في القضية. يا باشا ده حتى البصمة بيعرفش يبصمها. هو انت مش مصدق ان هو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب بجد؟ ازاي وهو ماضي على الشيكات؟ يا باشا الشيكات ايه؟ ده احنا ناس غلابة. هو انت بتصدق كلام زي ده برضه؟ ما علينا. لو عندك قسيمة جواز أو عقد إيجار أو أي ورق رسمي عليه بصمته ومعلهوش توقيع، ده هنثبت بيه للنيابة إنه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب. عندي 3-4 ورقات طلاق كده أجيبهم لحضرتك عليهم بصمته. بس في حاجة هتضيع مجهودنا كله. فلا الله ولا فالك. هو إيه إن شاء الله؟ دايما النيابة بتبص للوضع الاجتماعي والمادي للمتهم، وبتقارن ما بينه وبين المبلغ اللي استولى عليه عن طريق الاحتيال. صح، عداك العيب وازح. يا باشا انا جاي عشان الموضوع ده. ظهوري انا بقى هنا هيهد الموضوع من اوله، لان مش معقول راجل زي جوزك مش لاقي ياكل يحضر معاه محامي كبير زي حالتي واتعبه معروفه. يا باشا وانا يهون عليا برضو اتعب سيادتك ومشوارك لغايه النيابه؟ انا يا باشا هجيب لحضرتك محامي كحيان ترص له الكلمتين اللي بترصهم بفم سعادتك المليان، هو يروح النيابه يرصهم بفمه كحيان. هو ده اللي حصل يا عم حنفي، انا غلطانه؟ لا، حسب الاتفاق اللي اتفقناه مع بعض لا. بس انا جوزها وحقي انها تسمع كلامي.
حقك، بس ما كنتش تعشمها بحاجة تانية قبل الجواز وتعمل لها البحر طحين. أنا كمان ما كنتش أعرف إنها قسطة جامدة قوي كده، دي بتعمل لوحدها شغل تلات ورش. أمال إيه، دي نادية بنتي، تربيتي وتربية أمها الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن إليها. الفتحة على روحها. فتحة. الله يضلين آمين. شوفي بقى، ما تخافيش من حكاية الضابط دي، لو حكومة الدنيا كلها وراكي عمك حنفي هيعينك في العين دي قبل العين دي. الله الله، مشاكل كلها اتحلت حتى الضابط، أنا بس اللي بقيت مشكلة. بالراحة يا مهدي يا ابني، نادية ما تجيش بالعافية أبدا. يعني أنت يعجبك قعدتها دي؟ القعدة دي مش واقفة علينا بخسارة؟ والله يا ابني أنا كلمتها كتير وزهقت وتعبت وفي الآخر سبتها لمزاجها. أنا ما أقدرش أقول لواحدة لأ عايزة تتوب وأشيل ذنبها. وبعدين أنت كنت عارف كده قبل ما تتجوزها، قدرت تقنعها بالعقل كان بها، ما قدرتش يبقى العقد شريعة المتعاقدين. رفعت الجلسة.